السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الفلاحة، معكم ياسين قريب مهندس زراعي ممثل برنامج المدمر بإقليم العرائش. في إطار التكوين الدراسي اللي كنقوم بها عن بعد الفلاحة بمنطقة العرائش، بقات لنا آخر دورات كوينية حول الكوكا ولا الفول السوداني اللي هي عملية الجني والتخزين. فقبل ما كنبداو عملية الجني أو التقلاع ديال الكوكاو، فقبل بالنهار تنحاولو نسقيو البلاد ديالنا مزيان باش الأرض كترطب. لغد ليك يجيو الخدامة إن شاء الله كيقلعو الكوكاو كيخليوه في الخط، كيحاول ينشف واحد 3 أيام حتى سيمانة، بتعرض لأشعة الشمس باش كتقدر باش الكرون ديالو ولا الكوكاو كتقصح شي شوية، وتسهل علينا عملية ديال نحيدوه من الربيع ديالو. فهذه أول عملية كيقوم بها الفلاح. من بعد واحد السيمانة كيحاولوا يجمعوا الخطوط، واحد 6 ولا 5 الخطوط مجموعين بيناتهم باش تسهل العملية على الماكينة تدوز. بعد ما كنحطوا الكوكب بواحد في الاتجاه ديال أشعة الشمس باش كضرب فيه وكيقصح، كتجي الماكينة في المنطقة ديال العوامرة. فالماكينة كتقوم بواحد العملية ديال أنها كتفصل لنا الحبوب اللي هما الثمار ديالنا اللي هما الكاوكاو عن العروش اللي هما النباتات ولا الربيع ديالنا، فكيسهل العملية وكتقدر تقوم العملية بطريقة أسرع. فالماكينة كتخدم تقريبا في المنطقة بحوالي 1000 درهم للهكتار، وكتخدم حتى بالخدام على حسب الأسماء اللي كيكونوا في المنطقة. فكتخزن لنا الكاوكاو في ديك السلة اللي كنشوفوه فوق الماكينة. من بعد كنحيدو داك الكوكاو وكنحطوه في القاعة كينشف مزيان. تنبداو كل نهار كنقلبوه واحد جوج سوايع، كل جوج سوايع كنحاولو نقلبوه باش كضرب فيه الشمس مزيان باش كيقصح، باش حتى باش كي باش كيقصح وما يوقعش فيه الرطوبة ويجي لينا فيه الأمراض. من بعد ما كنساليه وكنعمروه في خناشي ديالو الأكياس ديالو، كنوزنوه وكنشوفو شحال كيوزن، كاين اللي كيبيعوه هكا كاين اللي كيخزنو. الا جابت لينا خنشه ما بين 35 حتى 30 هكا كيلو، تيكون شويه لا كاليتي ديالو او لا الجوده ديال الكوكاو شويه خاوي، كنقولوا ليه خاوي او لا فيه بزاف الولد صغير، او لا ملي كتكون الخنشه كتكون فيها توصل حتى 40 كيلو كنكون تقريبا الجوده ديال الخنشه كتكون جيده جدا. من بعد اللي كيبغي يخزنو خصو يوضعو في مكان مهوي، مكان كبير اللي فيه واحد المساحة كبيرة، ما يكونش في الأرض، تحط من تحت الخشب ولا شي حاجة، باش ما يتقصش لينا بالأمراض. وضروري كنداويو الخناشي، عاد كنغطيوهم عاد كنخليوهم باش ما تكاثرش لينا الرطوبة ويولي كحل، و بارفوا تيخسر لينا كاع تيفسد بسبب هاد المرض ديال الأفلاطوكسين. كاين الفلاح اخرين اللي كنصحوا بها انهم يتمنوا الفول السوداني الكوكاو، فهو الكوكاو كاين شركات كاين تعاونيات اللي عندنا في المنطقه ديال العوامره اللي كيخدموا الفول السوداني، اما تيديروه الحلويات، اما كيديروا به الباط، كيديروا به عده اشياء. كنشجعوا بها الفلاحه في المنطقه ديالنا في العرايش وكذلك سيدي علال التازي، انهم يحاولوا يوضعوا جهودات كذلك في تكوين تعاونيات باش يقوموا بتثمين الفول السوداني. وكنشكروا كافة الفلاحة على تتبع هذه الدورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.